الفول اوف فيم بركه الله. هذه هي عند المؤسسة الأسلام الحيوانيتين، وهذه استخدامات مسرجة تلاحظ فتحة الزيت من رأسي. هذا إيش؟
هذا ازرق ولا مبخرة؟ لا كانه ولا مجرد مجرد زينه. والغريب انه يعني ماخذ المدرسه الواقعيه رغم ان الاسلام دائما يكون فيها تحويل في الفن الاسلامي، لكن التوريق هو اللي اعطى طبعا نفس الجوش. والقطع غالبا تكون فيها تحويل يعني بحيث ما يظهر الحيوان او المجسم بشكل طبيعي. بيش يعني في ذهني الآن نسبة إلى رحلة هذه مر على بيش وقطع البرك اللي على الجبل البرك والقحمة واضطروا يعملوا طريق يحفروا طريق في أثناء الحملة لأنه يعني راحوا بسيارات مع الجيش الإبل اللي حقهم. أنا خالي أخ بس بالزمان برضو كانوا انا قصر